24 مخالفة، هذه المباراة سجلت 25 مخالفة، أعتقد 22 مخالفة كانت صحيحة، 3 مخالفات كانت خاطئة طبعا لكنها لم تكن مؤثرة. كانت هناك حالة واحدة فقط أعتقد يمكن أن نتحدث عنها، هي هدف الكاميرون الثاني الذي جاء في الدقيقة الثانية 88، وهنا كرة ملعوبة طويلة جدا والحكم يتحرك بشكل إيجابي، ترويض على مستوى أو سيطرة على مستوى الصدر، ومن ثم تهبط الكرة عند اللاعب أبو بكر قرب علي جبل. طبعا أعتقد طبعا أولا هنا الترويض كان صحيحا، لم يكن هناك لمسة يد. الحالة الثانية علي جبل تأخر جدا بالضغط على المنافس أبو بكر، وأتاح له الفرصة أن يكون له السباق بأن يلعب الكرة بالقدم. كان يتوجب على علي أن يتقدم أكثر، يضع رأسه حتى تصبح الحالة، يعطي الفرصة. هنا تأخر جدا بعد أن لعب الكرة برأس قدمه، تقدم بالرأس، وبالتالي كانت هناك مسافة بين لعب الكرة من الحظ ما كان بالصدر أولا، ومن ثم تلعب الكرة بالرأس. هناك مسافة على الأقل هناك 40 إلى 50 سنتيمترا أو أكثر من ذلك. تأخر علي في وضع الرأس، وبالتالي أنا أعتقد بأن قرار الحكم صحيح باستمرارية اللعب وإعطاء الفرصة للاعب الذي كان مبادرا في السيطرة ومبادرا في لعب الكرة من فوق المدافع، وبالتالي سجل هدفا صحيحا عند الدقيقة 88. هذا ما كان لدي لهذه الأمور.